هلا اميغوس، قديش متحمسة انه اخيرا رجعت لليوتيوب. زعلانين مني صح؟ بس لا تضربوني بالشبشب. قلبي الصغير لا يتحمل. بس والله دراسة الطب ماخذة كل وقتي حرفيا. بحاول انه انا لما بجيكم برجع لكم بحلقة تكون نار. مو اي شيء يا عمي. وهلا انا قاعدة هلا الساعة 9 الصبح ولسه ما نمت، عم امنجلكم وبصور لكم هلا في مقدمة هالفيديوهات. شو رأيكم بتغفروا لي هلا او لا؟ حتى انه حطيت الميك اب مشانكم يا روح البيبي. سو اذا انت اول مره بتشوفني بتقول شو هي الهبله، هلو بيبي، نرحب فيك في عائله الفروديتس. اشترك بالقناه بضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، حط هذا الفيديو بيك 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 لايك، وكمان روحوا تابعوني على الانستغرام اللينك تحت الديسكربشن بوكس، كمان يظهر لكم هون اسم حسابي. وغير عن هيك بلا ما بوصيكم انكم تنشروا الفيديو في كل مكان، خلينا نوصل باقرب وقت لل 400,000. وزي ما عودتكم مع بدايه كل فيديو انه انا باخذ 3 تعليقات ايجابيه من اخر فيديو اللي كان عن روتيني وقت الامتحانات، واذا بدك انت يظهر اسمك في الفيديو الجاي ما عليك خير انك تكتب لي تحت تعليق. شكرا بكر من السعوديه على تعليقك الحلو، وحبيبتي زهره من العراق، وامل من البحرين. كثير 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 مبسوطه انه صار عندي رفقات من مختلف الوطن العربي. هلو بيت. واما التعليق الفائز بسؤال الحلقه الماضيه اللي كان عن مكونات الجهاز الهضمي هي عقب بلانش الشجره البيضاء. ابدا ما بتزعلوا، في كثير فيديوهات اكيد راح تكون جايه، وان شاء الله تعليقكم راح يكون في الفيديو الجاي. وهي المره ما راح يكون في سؤال علمي او طبي، هاي المره بدي اياكم تحت تنزلوا لي في التعليقات وتكتبوا لي شو هي امنياتكم او اهدافكم لسنه 2020. انا راح ابلش الاولى وراح اكتب لكم جوابي تحت التعليقات. وكلمه اخيره قبل ما نترككم مع الفيديو، في بدايه الفيديو راح تشوفوني هيك اي بشوي ما بعرفش ايش، بس لا تنصدموا، الحلقه هي قصه كامله وراح تفهموها لما تخلصوا الفيديو كله، فلا تفوت عليكم ولا اي ثانيه. وهلا يلا بخليكم مع الفيديو. هلا اميغوس، انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. ما بعرف كيف اصلا رح بلش الفيديو، ما بعرف اصلا كيف رح انهيه. حبيت صور لكم فيديو انا هيك، انا بكامل توتر الامتحانات عم عيشه حاليا، اللي هو اي حدا بيدرس طب وخاصة لما يكون تخصصه كتير صعب رح يتفهم هالشي، رح يتفهم الحالة النفسية اللي أنا بمر فيها. أنا معي إكزام بكرة فما رح نام. أحيانا بتقول في التعليقات إنه هالشي مش صح إنك ما تنامي ما بعرفش إيش، بس لازم تعرفوا إنه في الطب ليس لدينا خيار. ضميرنا على الأقل خلينا نقول الدراسي هو اللي ما بيسمحنا إنه إحنا ننام، لأنه مستحيل في الطب إنك أنت تلم كل شيء، إنك تلم كل المواد بيرفكت 100%، هالشي مش موجود عنا في الطب. توصل الأيام ما نقدر فيها ننام، سواء لأنه إحنا بنذاكر، سواء لأنه في إنكزايتي، سواء لانه مو ملحقين اصلا على شيء. فبديكم تفهموا هاي الفكره. كثير عالم بيسالوني على الطب، هل الطب هو صعب؟ اكيد الطب هو مجال كثير صعب، وما عمري نكرت انه مجال صعب. بحاول معكم انسى هالشيء، بحاول معكم دائما فرجيكم الشيء الايجابي، بس تقلكم انه ما بدي افشلكم او شيء زي هيك، بس اذا انتم عالم بتحبوا الطب فطبيعي جدا. وقول اكيد يا جماعه، لانه في كتير شغف عم بسوي هالشيء بكتير شغف، بينما انا حدا بيكره كتير الطب، فهالشغف هذا مش موجود عندي. المهم بالنسبه لي انا شخصيا اني انا انجح وبس، ما عندي ولا اي رغبه في المذاكره حرفيا، ولكن غصبا عني لازم اذاكر. تصوروا لفكره انه انتم لما تكونوا طفشانين وما عندكم رغبه في المذاكره بس انتم لازم تذاكروا، ضروري جدا انه نحيد مشاعرنا او نتحكم في رغباتنا. بنسويه لازم نسويه مهما كان. زي ما شايفين مع بدايه الفيديو حضرت اشياء تساعدني وتعطيني طاقه ايجابيه. انا دائما بقول لكم يا جماعه لازم تحطوا الوان، لازم في اشياء هيك بسيطه تحطوها قدامكم على طاوله المذاكره عشان تحسسكم بالحياه، عشان تحسسكم بالرغبه في المذاكره. انا عن نفسي بحب كثير الورد، فلهيك حطيت ورد وشموع ومع قهوتي طبعا. وعقدت العزم انا اليوم
بكل هالطاقة السلبية اللي فيها انه انا احولها لشيء ايجابي، عن رغم كل شيء راح احولها لشيء ايجابي. هذا راح انجح، راح اسوي كل اللي علي، انا اعرف حالي كثير ذكية، انا كثير شاطرة، انا مستحق كل السعادة، انا مستحق كل الخير، فلهيك راح اعطي طاقتي ومجهودتي وانا ما بتسمى، وقدامكم هالشيء بقوله، انا ما بتسمى ميرا اذا انا ما نجحت هالترم هذا. اوكي بروديتس، شايفين بلاش الفيديو طاقة سلبية، هلا عم حاول اصنع من هالطاقة السلبية هاي، حاول اصنع منها طاقة ايجابية. حبايبي قبل ما نبلش مذاكرة بدي لكم شيء، لا تنتظروا ابدا من الظروف ان تتحسن من تلقاء نفسها، فهذه مسؤوليتك وحدك، فانهضي. سو يلا نسويها سوا، give me high five بروجيتوس. جايز احنا رح ناكل سوشي، ماشي جبت لنا سوشي من هون. ثانك يو بيبي اي لاف يو. وانا هلا يا جماعه صاحيه من النوم، شايفين شكلي، شعري لسه منكوش، وشي بدون ميك اب، فاعذروني يعني، بس هاي هي حقيقه المره. اشكال هاي بتطلع لكم هيك يعني، بس اتس رياليتي شو، بكتير السوشي المقلي، بس مش عارفه هل حقدر بهالطريقه بجد. حتى هاي مش عارفه استنى، بس دي سايبة كده. واو نجحت في العملية، انا مش مصدقة. بسم الله. بموت في السوشي. اوكي مدمنة ولا ايه؟ هذا اطيب سوشي ذقته، هذا كتير طيب. فين كل الاوراق هدول؟ كيس كامل مليان بالاوراق رميتهم كلهم، ولسه في كتير اشياء بتناطر انه الترم يخلص عشان انه انا اكبهم بالزبالة. سويت هيك الحمام التقليدي تبعنا اللي هو الحمام التونسي، معروفة بشكل عام يعني كل دول المغرب العربي، بس لانه كتير ساخن سوي ريلاكس مش طبيعي وبدي انام. هناك كان في كتير اوراق عالقة عم انضمهم، شايفين هاي بوكي دي فلور؟ على فكرة صعب جدا انه هون تلاقوا لايك، عن جد بوكي دي فلور فيها ريحة، اكيد بتتسألوا مين جايب لي اياها، اكيد ما حدا. اصلا هي البوكيه دفلور مش لاقيها، لكن حرام انه هيك بتضل هيك مرميه، فراح نحطها في المي عشان ما تموتش. ما تكون بوكيه دفلور شايله رفيقتك وانت عم تستغلي الموقف. كثير قررت انه هدول الوردات الصفر حبعدهم وححط مكانهم الوردات هدول الحمر. اوكي يا جماعه انا سويت مليون شغله بس عشان اصحصح حالي، لانه من لما سويت الشاور ما بعرفش ليش صاير فيها هيك، انه بس بدي انام بس بدي استلقى مخلي هيك مفاصلي كلها عم توجعني، انه لدرجه سويت ميك اب في وشي، يعني المفروض انه انا رايحه اذاكر بس عشان احس حالي انه انا برا وما بنام، بس كل هالشي ما نفع معي، لا تنظيف الشقه ولا تجهيز هيك مكان رومانسي للدراسه الا القهوة، ما فيش حل غير القهوة. قديش ساعة هلا مياس؟ 12. 12؟ تونس احنا نسميوها القهوة العربية. اوه وليت نحكي لكم شوية تونسي، مش نولي ندخلكم شوية هيك في الفلوج، شوية كلمة تونسي. كلمة نوي مياسم، انا كلمة انو انسى انا ما بعرف. يما تعبني بقبل يوم يسيبني. إذا حدثها بالكتاب تهجرني وتخلي رصامي خاليا خاليا هديك رصامي. واو عم حمس حالي بس عشان انه انا بروح اذاكر وعم ضيع وقت في الفاضي ولسه ما ذاكرت. الطب عن جد دمر حياتي. بما انه نحكي على الدبرشن اللي تيجي في الدراسة وهيك، بنصحكم انكم انتو تحيطوا حالكم بناس تشجعكم. انا في حدا كتير سبيشل في حياتي على شي لايك بيخص الشي برايفت بيخصه،
فكان بيقول لي انه انا ما راح احترم حالي اذا انا تركت الشيء اللي انا عم سويه هلا في كل هاي الضغوطات، وبروح مثلا انبسط في حياتي كانه هالشيء انه كانه في شيء مش موجود. ما بعرفش كيف افسر لكم الفكره، بس هالشيء هذا اعطاني طاقه ايجابيه كثير كبيره، انه كيف هالقد حدا يكون قوي لهالدرجه انه عم يحتقر مثلا حاله اذا هو ترك الشيء او الهدف اللي بده يوصل له. ما بعرف، انا لقيت هالشيء كثير مشجع، وهالشيء اعطاني صراحه طاقه كثير ايجابيه انه انا اسوي لي بيضه وادرس بهالكميه لايف بهالبرودكتيفيتي، لانه طريق النجاح هو الانضباط. احيطوا ثم احيطوا حالكم بعالم توصلكم للشيء اللي بدكم اياه. يعني عن جد عن جد انا انسانه كثير فخوره بالعالم اللي حوالي، لانه انا من تقيتهم برعايه، بمعنى ما يهم كثره العالم اللي حواليك، بيهم هدول العالم هن شو. او بس محاضره على الصبح الا قربت اخلص. صباح الخير، صباح العيون الحمراء والهالات السوداء. الطب خرب جمالي، اخ اذا اصلا كان في جمال، ما يسم حتى الاساس ما فيش. شايفين الثقب الناس؟ كتير بردانة. على فكرة الطقس عندنا كتير شوب. اخر مرة لما مزحت معكم قلت لكم كتير شوب والكويت وما بعرفش ايش، فكرت انه انا فاكرة انه شوب هو يعني برد، بس انا كنت عم بمزح. ابد، كانت نكتة. شو كنت تخيلوا انها كانت نكتة؟ انا ما كنتش غلطانة. هلا اكزام، مذاكرة كل شيء، بس عايزة بس اروح انام، كتير تعبانة. عم هلا بحلم ان المحاضرة خلصت عشان ارجع انام، خاصة مع هذا البرد. anyway let's go to the university. احنا حاليا هلا في مطعم، ومعي اكيد ما ياسم. ما ياسم هي هيك ما بدهاش تظهر. على فكرة دايما بتقولي بدكم اياها انها تكون في الفيديوز، بس هي غالبا ما بتحبش انها تظهر في الفيديوز، بس عم حاول اقنعها انه تصور فيديو سوا. على فكرة هن اللي بدهم يشوفوكي مش انا. انت بتشوفيني هو خلص. سو طبعا ما حكيتكمش انه شو صار في الجامعة، بس ارجع للبيت هيك، لاني هلا فطرنا جوا، كل تفكيري في الاكل، فاجيت لهون لمطعم تركي طلبنا هالاكل، وهلا ناطرة انه يجي الاكل. صار فيني احكي معكم شوي بعد ما هيك اكلت وشبعت، صار فيني احكي كلمتين ورا بعض. كيف ناطرين انكم تعرفوا شو صار في الاكزام. الحمد لله الحمد لله اي باس، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني تعرفوا انه هديك كان جبل هيك على ظهرك وفجاه انسحب، انا نفس الشيء اللي بحس فيه هلا. على فكره تعالي تعالي فرجي وشك للعالم. تعرفي انهم قالوا في اخر فيديو اللي كنت بتشتغليني عمرو اديب، هذا قالوا لي مش داعيه اسلامي اعلامي يا فشله. انا ما اعرفش انه كنت فاكره داعيه اسلامي. طب انا ما على اي اساس في الفيلم قالوا لها كده ان هي عشان حجابها من فوق؟ انا والله فاكره داعيه اسلامي وانا بريئه. امال ليه هيقولوا لها كده؟ فطلعت هي مش عم تشتغلي، قلت لهم كان بيقولوا لي انه انت عم تشتغليني كنت في الفيديو. لا انا ما اعرفش انه كده داعيه اسلامي، بس ليه هيقولوا لها طالما انت محجبه تبقي مع عمرو اديب؟ مش عارف يلا اعلى بركي يكون اعلامي يحكي في الدين، ممكن صح؟ ما هو اعلامي يحكي في الدين ده يعني داعيه اسلامي. انا ما اعرفش اي الصبح. عن جد فيني ابحث في جوجل، انا قديش غبيه. سوري انا طالعه من الاكزام، فلهيك ما تاخذوني ابدا. جايز اللي بدي اياكم لكم شيء، وثقوا بحالكم، اشتغلوا على حالكم، مش عشان انه انا طالعه من الاكزام وانه انا ناجحه، لا لا لا، عشان عن جد انه لما يعني تشتغلوا على شيء عن جد من قلبكم وتحطوا فيه قلبكم، راح توصلوا للنقطة اللي انتم بدكم اياها، لو شو ما كان هالشيء صعب، لو شو ما كان يكون. ف اتس اوكي انه احنا يعني نضغط على حالنا شوي، بس بالنهاية انه احنا نوصل للشيء اللي بدنا اياه. اوكي بيب، صرت الفاضي رجعاني، ناسف على الازعاج. بيب احنا طالعين هلا من مطعم ميس. هتتذكري ايه؟ هتتذكري فروجيتوس؟ هتتذكري هالايام صح؟ لا هنسيكي. لا احنا حننتقل سوا صح؟
احنا عم نفكر انه احنا ننتقل سوا لمطرح ثاني يعني. اوه عم نقطع هلا الاشاره. المهم رح نخبركم كل شيء جايز بالديتيلز اكيد، بس هلا مش وقت، لسه كثير 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 بكير على الموضوع هذا. المهم انا وياسم يا جماعه كنا هيك في المطعم عم نحكي في كل الاشياء اللي ممكن كثير قوي. والله ضلينا هيك نحكي قديش ما ياسم ممكن شي 3 ساعات. ثلاث ساعات واحنا نحكي في الماضي والحاضر والمستقبل. Oh baby I love